ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأباء الأفاضل والإخوة والأهل جميعا في هذه القرية الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر لكم هذه الضيافة التي هي قبل ضيافة الطعام والشراب، هي ضيافة بالقلوب نحسبكم، وضيافة للتوحيد الذي قلما يستقبل به مستقبل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم وعلى شرعه المستقيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين وأن يهدي بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إخواننا جميعا دعاة إلى سبيل الله، وأن يفتح الله بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية بيّنت أن الناس في حافة النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وبيّنت أن كل بني آدم أو كل بني آدم سيذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، قال: فجعلت هذه الدواب والفراش يقعون فيها وأنا آخذ بحجزكم وهم يتساقطون في النار. وما ذلك إلا لوضوح ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يهدي إلى الجنة وإلى الصراط المستقيم إلا من أبى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك أخواننا، كلنا مطلوب مننا لو دارين ننجو أمام الله سبحانه وتعالى أن نصدق وأن نخلص. زول يا أخواننا بخد في راسه خلفية تاع الجماعة، ولا مسائل مخالفة للدين، ده ما بيقبل منك حق، بيكون قاعد معاك بجسده وروحه بعيدة منك. فمن أراد الحق وأراد الخير فعليه أن يتجرد للحق، وعلى الإنسان أن يصدق الله، تصدق ربنا سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بأن تقبل الدليل. جابوا لك دليل ولو على شيخك تقبله، فإذا لم تقبله قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. زول يا أخواننا ما قبل الحق الجفي القرآن
والجف السنة ربنا بيبتليه إنه قلبه ده تاني ما يقبل حد. السبب شنو؟ لأنه ما قبله أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. المنهج السلفي يا أخواننا هو نسبة إلى السلف الصالح. والسلف يبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم الذين يلونهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية توافق الحديث حديث الفرق الذي رواه أبو هريرة وغيره من الصحابة عن جمع من أصحاب السنن والعقائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وستفترق أمتي الأمة المحمدية ذات. وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقوا ديل صوفية بيجاي صوفية 500 طريقة، بيجاي جبهجية وأخوان مسلمين وغيرهم 500، بيجاي أنصار سنة، بيجاي والحق واحد. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. ما سمى جماعة ولا سمى ناس ولا في زول من حقه يقول ديل نحن ديل جماعتنا ديل أو ناس ديل، وإنما من حقه أن يتكلم عن منهج. لأن الإنسان قد يكون ما مخلص لكن المنهج ما يشك فوقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار كلها خاشية النار. وما يلزم يا أخواننا لما نقول الفرقة الفلانية في النار إنهم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة كافرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لأنه في ناس بيسمعوا الحديث يقول لك طلعوا الأمة كلها كفار، لا، النار دي ما إلا كافر حتى يخشها، ممكن يخشها مسلم، عشان كده الإنسان يحذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة ما هي أو من هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الشيء اللي كان عليه والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين والعقائد والعبادات والأخلاق وأمور الدين جميعها والصحابة، ده اللي بيمشي على المنهج ده هو الناجي أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة. دي مسألة. المسألة الثانية إنه يا أخواننا منهج السلف ماشي عايم، ونحن دائما بنقول الكلام ده لإخواننا السلفيين ونعلم أن هذا الكلام متقرر عندهم، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. منهج السلف يا أخواننا ما منهج عايم، لأنه نحن السلفيين يتميز منهجنا أنه لا يتلاعب بنا أحد. يعني مهما بقيت كبير في الحق ما بتلعب بينا زي الطرق الصوفية، زي ما قال البرع للجماعة بتاعينه، وده ما نبذله، منجيب كلامه ونرد عليه من الكتاب والسنة. والكلام في الفرق والناس ده دين نبي عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة رضي الله عنها تعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا؟ قالت وسمى رجلين. واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره النووي في رياض الصالحين، فقال إئذنوا له بئس أخو العشيرة، ذموا. فلما دخل انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم في القول والكلام. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، يعني قلت بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسطت له في الكلام، قال يا عائشة إن متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. فالكلام في الناس دين، ودعا له أدلة والعلماء ذكروا هذا بأدلته.
منهج السلف يا أخواننا ما منهج أي زول يجي يوميا يجيب لنا موضوع، وإنما هو منهج محفوظ ما فيه جديد. منهج السلف ما بيتجدد، يعني يوم يكون أدعو الله براهم، ويوم تاني ما تدعو الله براهم، يوم الزول اللي بيوحد ده أخوك، والزول اللي بينادي غير الله ده عدوك. مش لقبيلة ولا لزراعة ولا لدنيا ولا لطين، ولكن في الله. ويوم تاني الزول اللي بينادي غير الله ويتمسح بالقبور يبقى صاحبك لأنك انت نازل انتخابات. ده ما منهج السلف. منهج السلف منهج مضبوط ومحفوظ، والإنسان دار منهج السلف. السلف دونوا هذا المنهج في الكتب من قديم الزمان. الإمام أحمد رحمه الله كتب كتابه أصول السنة وذكر فيه المنهج. المنهج معناه شنو؟ معناه الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأخلاق والآداب وغيرها. اللي بيمشي عليها ده الناجي وده السلفي، وهي أصول ومعالم. زي زول الماشي من هنا ماشي من هنا دار يمشي لبيض، وزول بيجاي ماشي القطينة. انت بيجاي ماشي لبيض لكن الرهد ما لاقته، والغبشة ولا يسي مجنو ما لاقته، وأم روابة ما لاقتك. قل لك لا لا أنا بصل بصل، لا لا بنصل. تصل كيف؟ في معالم تعرف إنك ماشي صح. وهكذا الطريق إلى الله. منهج السلف عنده أصول وعنده مراجع، عشان ما في أي زول ينجر لنا. لأن يا أخواننا السلفيين يتميزون أن منهجهم ثابت لا يتغير. منهجهم ثابت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل شنو؟ الدليل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة من أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها سارها بشيء، يعني أخبرها سرا براه، قال فبكت، ثم أخبرها بشيء فضحكت، فسألتها عائشة فلم تخبرها. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قالت عائشة رضي الله، قالت فاطمة لما سألتها عائشة أن تخبرها، قالت أما سبب بكائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل يعارضني القرآن في رمضان مرة وعارضني هذه السنة مرتين وما أظن إلا دنو أجلي فبكي. وأما الثانية فأخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحك، وكانت وفاته بعد 6 أشهر. ثم عزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها فإنه نعم السلف. يعني أول السلف هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلف يا أخواننا هو ما مضى وتقدم من الآباء، ويقصد به من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب منهج السلف ده أصوله زي شنو؟ أول حاجة التوحيد. مشيت فتحت كتاب لإمام اسمه أبو جعفر الطحاوي، مشهور عند العلماء بالطحاوية، والعلماء شرحه. أول حاجة بتلقى التوحيد أول مسألة، لأنه ده حق الله على العبيد. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. حديث معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم رسله لليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر في البخاري إلى أن يوحدوا الله. فده من معالم المنهج السلفي الصحيح والدعوة السلفية الصحيحة، إنها بتهتم بالتوحيد وبتركز عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به وركز عليه. النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنة في مكة ما شرعت صلاة ولا زكاة ولا صيام، أول شيء التوحيد يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين قال في الإيمان والتوحيد تؤمن ب4 أشياء نذكرها سريعا. الأول الإيمان بوجود الله. طبعا وجود الله ما أنكره إلا أفراد من العالم زي ما قالوا العلماء،
وده الناس ما بيختلفوا معاك فيه كثير إنه الله موجود. ده إلا الشيوعيين والعلاق ديل اللي أنكروه ومعاهم فرعون من باب المكابرة والنمرود ابن كنعان من باب البلادة. أما بقية الناس حتى الكفار ما أنكروا الموضوع ده. الأمر الثاني توحيد الربوبية، إنه ربنا الخالق الرازق المالك المدبر، ربنا بيرزقنا، ربنا بأكلنا، ربنا بيشفينا، ربنا بيمرضنا، ربنا بيحيينا، ربنا بيميتنا، ربنا بيدفع عننا، ربنا بيدينا الولد، وهكذا. وده أخوانا ما كان موضوع دعوة الرسل، لأنه لا أبو جهل كان فيه عنده مشكلة في الموضوع ده، ولا كان إبليس ذاته عنده مشكلة في الموضوع ده. تخيل أسير الليلة كثير من الناس تقول لي لا إله إلا الله معناه يقول لك معناه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. صح ده جزء من التوحيد، لكن ده ما الموضوع على أساسه. ربنا قال عن أبو جهل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. بيقولوا الله، وبعد ده كفار. طيب مشكلتهم شنو؟ قالوا نحن وسخانين وعندنا ذنوب ومعاصي، والأولياء ديل قريبين من الله سبحانه وتعالى، دارين أنهم يقربون لله. ربنا قال ده كفر لأنه ما محتاج واسطة. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. ربنا قال لهم كذابين ما بحتاج واسطة، وكفار بفعلكم ده. الليلة نحن عندنا مشكلة في الموضوع ده. تعال القادرية قال: وأعلم نبات الأرض كم هو نابته، كم جرجير عارفة، كم عجورة عارفة، كم قصبة عارفة، كم عدارة عارفة، كم نيمة عارفة، كم ود أحمد عارف، كم دخن عارف، كم نجيل عارفة، كم ضريس عارفة، كم عشر عارفة. قال: وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. والله أنا أشلك في أصبعي الصغير لغاية ما راسك يكسر ما تحسبني. قال رمل الواطة كله بعرف. زول ده ما كذاب يا أخوان، يا خمش ناس ما شافوا الرملة لكن احنا شفنا. قال: وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. الهوى بيحرك الموج بيمشي كده. قال ليه لنا حاسبين. المشكلة أخوان الناس قالين الموضوع ده شخصي، موضوع ده ما شخصي، ده دين. ناس لعبوا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. زول غادي ينبزك في عرضك وفي والدينك وكده، برضو في صبرك ما بتحصل رب العالمين. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. انظر كيف يشركون به ويجعلون له ولدا ثم هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم. ربنا بأكلهم ويشربهم ويدفع عنهم المصائب، وبعد ده واحد إذا جاء ولد ولا أجاته حاجة كب يا الشيخ موسى بقصة. يا زول موسى عمل لك حاجة؟ خلق فيك حاجة؟ ما عمل أي حاجة. فكيف؟ فالليلة ده شرك يا أخوانا، لو قرون شرك بالله سبحانه وتعالى. بتاع البرهانية ده راقد في السوق الشعبي، قال جبريل لابد يا أخوانا الإنسان يغضب للتوحيد، يغضب للتوحيد، ومن غضبك للتوحيد أن تبغض أهل الشرك ما تقعد معهم وتبغضهم في الله. قال جبريل ميكال إسراف عزراء هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. الملائكة ديل قال جنودي أنا، وهم قال شغالين تحتي أنا الحكم دار حقهم. قال هم تحت إمرتي تطاوعني الأملاك بالجود والقراء، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. ذوات الكاف يعني اللي بيقول لشيكم فيكون. قال بلاوزوا مني أنا، رأيكم شنو أخواننا في الزل. قال وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. قال وأجود على أم لترحم طفلها، فرحمة رب الكون من بعض رحمتي. يا أخواننا دي طرق والله، وده السبب بتاع مشاكلنا. تعرفين الزلط ما بيجي هنا ليه؟
لأنه الشرك ده قاعد والطرق دي بتنشر في الشرك. لما الناس اللي بيدعوا اللي بيزعموا إنهم بيدعوا للتوحيد يمشوا يدهنسوا مع ديل ويأكلوا معهم رز زي ما مشى بتاع المركز العام داك أكل مع بتاع الكباش هناك رز، ربنا ينصرنا كيف؟ انت شوف شوف الزول ده قاعد شنو؟